حب الله لعباده قديم قديم، لا يوقفه معصية عاصي ولا يستدره طاعة طائع. ما تفتكرش انك انت لما تطيع هتستدر حب رب، هو بيحبك من غير ما فيش. حبه سابق، حبه سابق لمعصيتك، حبه سابق لطاعتك. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، ربنا سبحانه وتعالى نظرة حب واحدة من الله أعظم من نعيم الجنة. إذا نظر الله إليك نظرة حب أعظم من نعيم الجنة، فيبتليك الله بالبلاء الحسن وليبلي المؤمنين منه بلاء. إيه فائدة كلمة منه؟ أصل كانت الآية ممكن من غير منه، وليبلي المؤمنين بلاء حسن، لازم منه، عشان لو مشوفتش منه ستقع في مشكلة، مش هيبقى البلاء حسن، لازم البلاء كيف يكون منه ولا يكون حسنا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فيسعون البلاء. كلمة منه دي بقى تخليك تسع البلاء ولا يسعك البلاء، وتشرب البلاء ولا يشربك الايه، وتظفر بالله فيه ولا يظفر بك البلاء. فينزل البلاء على ظاهرك وينزل أنوار الجمال على باطنك، فلا تشعر بالبلاء ولكن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. بس شوف انت بقى منزلتك ايه. وهؤلاء الناس أهل الحب المتصالحون مع الله ومع أنفسهم ومع الكون يستحيون من الله في الطاعات، فيستحي الله منهم إذا هم أذنبوا. يعني الواحد منهم لما يطيع يصلي مثلا يخرج من الصلاة كأنه لسه سارق، كأنه حرامي، يبقى مستحي من هذه الطاعة التي لم يعطها قدرها، فيستحي من الله في الطاعة فيستحي الله منه في المعصية.